الو مدام مجدة موجودة؟ قولي له الأستاذة جميلة. يا عيب الشوم مني، تفضلي تفضلي يا ست جميلة تفضلي. استنى شوي لبين ما يجي المعلم. السلام عليكم. اهلا 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 دكتور. حياتي. كيف الاحوال؟ اهلا وسهلا. صديقي الاستاذ كمال. شرفنا. صديق عمر. اهلا وسهلا. الاستاذ عاطف. شرفنا. شرفوا. شكرا. نحن اسفين جدا، عم غلبك معنا وبنعرف ان وقتك ضيق. شو صار بموضوع صديقنا نجيب؟ عين خير. لا اسمح لي، هي حزيرة. عمري طلبت منك شي خدمة شخصية؟ الحقيقة لا يا سيدي، هالمرة اعتبرها خدمة شخصية. هو صديقي ومثل أخي، والله صار لي 25 سنة ما حكيت معه إلا على الإنترنت، فأرجوك تساعدنا. طيب اكتب لي اسمه مرة تانية. كرم عينك دكتور. شكرا شكرا. سامي اهلا وسهلا، شرفنا. الشرف الي، الاستاذ نجيب شخصيا قدامي. تفضل، معقول ما ضيفوك شيء؟ تفضل تفضل. انا بعتذر كثير على التاخير، بس تعرف ظروفنا. تعال عندي يا ابني. عجبوك الكتب اكيد. يعني احترامي سيدي. يا ابني كيف ما بضيفوشي للاستاذ؟ قال لي استاذ كيف اهوتك؟ لا تقول لي ساده. لا ما في مشكله، ما في مشكله. جيب لنا اثنين ساده، خلينا نجرب الثقافه. تفضل تفضل ارتاح. قال لي ليش عامل شحطه على الملف؟ ما فهمت، عفوا. على بند الانتماء السياسي بالملف اللي اعطوك اياه. ايوه أنا معبي نفس الورقة من التسعينات. مظبوط. وعامل نفس الشحطة على نفس البند إنه ما في انتماء سياسي. شكون ربك اللي ما في البلد حزب اسمه شحطة؟ كنت مبليت فيه. أنا بعد إذنك بدي أبعت إيميل ضروري. تتضايق شيء؟ لا لا أبدا أبدا. يا سيدي هذا انتهاك للحرية الشخصية. إيميل وإنترنت وموبايل وتانجو وواتساب وفايبر. يا ترى هذا كله مراقب شيء؟ يمكن. هي اللي يمكن لازم واحد ياخذها بحسابه بقى. يعني اي مراسل بده يعملها، اي تواصل مع حدا، يكون حاطط بحسابه انه يمكن يكون مراقب، مو هيك؟ بعرف. احترامي سيدي. ايه والله يا سيدي نحس. عنصر واحد، ايه الدورية اتضررت، سيارة اتضررت، لسه ما اجاني تقرير من المشفى. طبعا في مدنية. حاضر سيدي، فورا فورا. احترامي. عجبك؟ ما فهمت. قدومك خير برأيك؟ كمان ما فهمت، عفوا. يعني حتى تعرف قديش كلفنا تشريفك. جيتك غالي يا استاذ. طبع لي تقرير الحادث نرفعه لسياده العميد بسرعه. ادخل.
ضيف استاذ. تعرف استاذ انه انا درست سنتين فلسفه وعلم اجتماع قبل ما التحق بالكليه الحربيه، ولهلا بعتبر خسارتي للجامعه هي اكبر خساره بحياتي. بتعرف مين اكثر حدا اثر فيه؟ مين؟ للامانه هن اثنين مو واحد، انت واحد منهم وجورج لوكاش. انا؟ ايه انت؟ ليش مستقل بحالك؟ هلا لوكاش كان صاحب رؤية مختلفة لكل النظريات اللي سبقته، وكانت رؤية كثير جريئة. بس عفوا لوكاش مو صاحب نظرية. أنا ما قلت صاحب نظرية، أنا قلت صاحب رؤية. ادخل. كلام. تعال عندي. لوكاش بيطرح نفسه مفكرين ماركسية الكلية. بريد سيادة العميد. لكن معقولة يا رجل بعد الديالكتيك المادي قرن كامل نرجع للمراوحة بالأفكار المثالية؟ تاخده بإيدك عن سيادة العميد. حاضر سيدي. رالي هاي. شو هاي؟ تعهد إجراء روتيني، هو ما كثير ضروري بس بالنسبة إلك أفضل. عفوا بس انتوا عندكم نفس النسخة وانا موقع عليها. مظبوط، بس يعني نحن بنشتغل ابديت. ابديت؟ ايه. وهلا رايح ادعي له. تدعي له؟ الدعاء بالنسبة لك استبني، بس تفشل الواسطة بتبلش تستخدمه. ما معقول، ارحمني يا رجل ارحمني. بعدين لمين عم تدعي؟ لواحد من صقور اليسار الحديث يا رجل. هلا الدعاء ما بيجوز غير لناس وناسيا كمان. ادعي له بس بحميميتك، لا تسمعني اياه، ما تسمعني. الله يهديك. الله يهديني؟ بتعرف لو اني متعرف عليك قبل 10 سنين ما كنا صرنا اصحاب، ما هيك؟ لا اكيد ما كنا صرنا اصحاب. فانك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا. اطلع 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 من هون. المشكلة أستاذ هي بغياب الأمثلة اللي بتوضح. يعني أنا لهلا ما لقيت ولا مثال واضح وبسيط بيشرح لك فلسفة الذات، فلسفة الوجود، فلسفة الموضوع. عم تفهم علي ما هيك؟ تمام تمام. بتحب أعطيك مثال أوضح؟ يا ريت. طيب، أنا هو الذات. تمام تمام. ادخل. عجبني مثالك انك انت هو الذات. لحظه لحظه كمل استاذ. انت هو الذات، احكي استاذ. طيب انا هو الذات وجاي لعندك يعني بالسياره، انا والعناصر اللي حضرتك بعتهم مشان يجيبوا لي، وتعرضنا لقصف هاون او صاروخ او هذا موضوع أو وجود. أنا الذات لازم تقرر الموقف، تروح مع العناصر على المستشفى وتسعفون ولا ترجع لبيتها. يعني هلأ لو أي حدا بدالي بهذا الموقف شو ممكن كان يسوي؟ حط الشاي. شكرا. قلت لي لو كان حدا بدالك لو كان ممكن يساوي؟ اما انت اعتبرتوني نحس. لا هي مسحة. على العموم خلينا بموضوعنا. نحن اليسار ما بيشكل علينا اي تهديد، وصار طالع اكثر من عفو، وانت كان من الناس اللي انشملوا بالعفو. اليسار بيشكل تهديد بحالة واحدة بس. معلش عارف شو هي؟ إذا الإسلاميين استعملوكم ميك أب، في نجوم يسار طلع منهم العجب. هو المفروض إنه أنا إلي علاقة، ما هيك؟
انت مالك اي علاقه ابدا. بالعكس نحن ما وصلنا عنك اي شيء. يعني لا صرحت، ما اخذت ولا موقف، ما كان لك ولا مساهمه. صحيح ليش؟ ممكن افهم؟ اي اكيد. انا من 2011 صرت مترجم كتابين ومؤلف كتاب وعامل بحث، هذا شكل مساهمتي. هذا الشكل في شيء مخالفة للأمن، للقوانين، لا ما بعرف شو. بالعكس. طيب شو المطلوب مني؟ أستاذ أنت مو مطلوب منك شيء. نحن طلبناك لهون لحتى ندردش معك بس. أنا بدي أعتذر منك شوي، عندي شغلة ضرورية. أستاذ هي التعهد تسلى فيه، شوف إذا في شيء ما بيعجبك اشطبه. موضوع عندي.